كنا متفائلين متشائمين من الارجنتين، متفائلين بولندا، فزنا على الارجنتين ولا زلنا بولندا، لكن يقولون البعير طيحه وقومه، والوعد باذن الله المكسيك. زعلان اليوم؟ والله يعني شوي زعلان، انا توقعت النتيجه يعني 2-0 لنا، وهاردك للولي العهد ان شاء الله نفوز بالمكسيك. من احسن لاعب شفته اليوم منتخبنا؟ والله حسيت سالم الدوس انه بيجيب صفر، يعني بيجيب الجول. والله توقعت على كتاب اننا نخسر. تجي المباراه الجايه ان شاء الله تفوزون المنتخب ان شاء الله؟ انا متفائله ان راح نفوز على المكسيك ان شاء الله. ضيع فرص كثيره، ضيع بلنتي، ضيعوا اهداف كثيره محققه، بس بنعوضها ان شاء الله قدام المكسيك وبنتاهل باذن الله. الحكم اليوم ظلمنا؟ اي والله لازم يخلطهم. طيب المباراه الجايه نفوز؟ ان شاء الله نفوز، ان شاء الله السعوديه. كم قدام المكسيك؟ 2-1. 2-1؟ ايوه. ها اليوم زعلانه ولا مبسوطه؟ زعلانه الصراحه. طيب وش صار اليوم؟ بس كان ناقصنا هدف صح؟ اي والله. يعني المفروض يعني اليوم ان نفوز، يعني صدق في هجمات كثيره، يعني انا فرحان من شيء وزعلان من شيء. فرحان انه عندنا هجمات، وزعلت انه ما سجلنا. يعني جتنا هجمات مره، فرص مره ثمينه، حرام تضيع. اليوم اللي شفناه فريق يرفع الراس، منتخب اداء عالي جدا، يعني باب واحد، يعني كان ينقصه ممكن لمسه الاخيره المهاجمين، غير كذا والله فريق يرفع الراس، وما نطالبهم اكثر من كذا، ما قصروا، فازوا على الارجنتين، لعبوا اليوم تقريبا باب واحد مع فريق كبير. الاربعاء ان شاء الله باذن الله بنتاهل. المنتخب قدم كل شيء ولكن ينقصه الحظ وليس اللمسه الاخيره، لانه حتى الجول وصل الجول ولا الاستحواذ كله للمنتخب، لكن ان شاء الله نعوض بالمباريات الجايه. اليوم المنتخب والله كان مندفع الصراحه، صح انه خطير، هاجم، حاول على المرمى، بس انه والله اندفع بزياده، اخطاء كثيره. اليوم المالكي خطا الصراحه، يعني صح ما قصر، بس والله اخطا خطا كبير. ان شاء الله ان شاء الله الفوز على المكسيك ان شاء الله. هم ما قصروا الشباب صراحه اليوم، لكن هي التفاصيل الصغيره اللي تفرق في المباراه. لو نلاحظ مباراه الارجنتين، مباراه المكسيك، مباراه الارجنتين كان كل اللعيبه بكامل التركيز، تقريبا ما في ولا اي خطا من اي لاعب، لكن فرق عن مباراه بولندا اللي اليوم ما قصروا. اليوم صقور الخضر قدموا مستوى ممتاز، لكن ما حالفهم الحظ. والله شوف المستوى جميل جدا بصراحه، اللعيبه لعبوا صح، الحظ ممكن ما حالفهم شوي، لكن باذن الله هم بيحسون بالمسؤوليه، وان شاء الله في مباراه المكسيك باذن الله الدور 16 باذن الواحد احد. الغلط كله من المدرب، تبديلات متاخره، لو استعجل بالتبديل ممكن في عوده، ممكن ريمونتادا تصير، لكن ما قدر ربي خلاص، يعني انتهت المباراه. تبديل نواف يدخل البديل ويرجع يطلع، هذه متى تصير يعني؟ والله مباراة تقهر صدق، مسيطرنا على المباراة بمستوى جميل وثقة عالية، والله اللاعبين ما قصروا، لكن مشكلتنا الوحيدة والله الانهاء، فرص كثير ضيع بانهاء اقل من عادي صراحة، يعني بولندا جتهم ثلاث فرص اربع فرص، جابوا هدفين، السعودية كم محاولة يمكن 9-10 ولا هدف، بولندي ضايع برضه، لكن الحمد لله باذن الله الجاي انها احسن باذن الله، باقي مباراتين باذن الله، باقي مباراة، واليوم برضه ان شاء الله المكسيك يتعثرون باذن الله ان التاهل لنا باذن الله. والله يقدم اداء صراحه نفتخر فيه بغض النظر عن النتيجه، ان شاء الله يعني باذن الله المباراه الجايه نفوز، بس ايش نسوي الحظ معانا. اي أيوة والله يعني كانت السعوديه شاده حيلها، بس يعني في اغلاط كثيره. طيب المباراه الجايه تتوقع السعوديه تفوز؟ اي أيوة والله تفائل. ها اي تبي تشوفها؟ اي ان شاء الله. كم تتوقع طيب النتيجه؟ 10-0. والله مباراه مره حلوه، ادوا اللي عليهم الشباب، بس ما في حظ. اللي نقص اليوم الحظ والتوفيق. واداء المنتخب صراحه والله مشرف للامانه، شرفنا، لكن في اغلاط فرديه، ان شاء الله يعدلون المباراه الجايه مع المكسيك ونتاهل بمشيئه الله، لانه الاداء حقهم لو ادوه مع المكسيك زي ما سووا مع الارجنتين حيفوزون بمشيئه الله. والله مستوى المنتخب كويس، بس ما في انهاء الفرص كويس، يعني ما في تركيز عند الباب. هذا اللي كان ينقص المنتخب. هذا اللي كان ينقص. اي يعني لو يكملون على نفس المستوى ضد المكسيك ان شاء الله بتجي بنتوفق فيها. اولا بصراحه اللاعبين جميعهم ما قصروا، من الحارس الى المهاجم، بصراحه جميع اللاعبين ابدعوا، هذه بطوله عالميه تضم لاعبين من جميع انحاء العالم، مستوى مشرف للمملكه العربيه السعوديه. نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الامير محمد بن سلمان. صراحه الحظ هذه المباراه ما حالفنا، وان شاء الله ان شاء الله في مباراه المكسيك راح نعوب، راح نتاهل الى دور ال 16 باذن الله. ما نلوم احد، سووا اللي عليهم الرجال، بيض الله وجيههم في مباراه
المباراة الجاية مع المكسيك هذه مباراة انتحارية، نبيها مباراة انتحارية، يعني طلعوها تكفون من هنا. نفس ما قال سلمان الفرج، مسؤولية يا شباب، والله مسؤولية، تجيبونها بإذن الله.